توزيع أكثر من 50 وجبة غذائية على الفئات الهشة والرعايا الإفريقيين الموجودين بإقليم ولاية برج بوعريج، أين تم التكفل بهم نفسيا من طرف طبيب النفسي التابع لمصالح أمن الولاية، كما تم توزيع أيضا أغطية وأفرشة. من مبادئ الهلال الأحمر الجزائري هي مبدأ الإنسانية، حيث نقوم بإغاثة هذه اللاجئين وذلك بتوزيع الأغطية والألبسة والوجبات الساخنة خاصة في فصل البرد والشتاء. بالتنسيق مع مصالح الأمن نقوم بالتكفل بالأشخاص المتواجدين بدون مأوى ثابت، وين كما راكم تلاحظوا معظمهم من اللاجئين الأفارقة، وين نقدموا لهم وجبات ساخنة وأغطية ألبسة، كذلك اللي متواجدين في وضع اجتماعي صعب كالمختلين عقليا اللي يرفضوا به يلتحقوا بالمركز مصلحة المساعدة الاجتماعية المتنقلة. وبالتالي كما تلاحظوا هذا يعني ليس ببعيد كما نقولوا على تقاليد المجتمع وسيم المجتمع الجزائري، وبالتالي يعني يدخل في إطار العمل التضامني اللي يقوموا به دوريا على كل حال، وهذا على كل حال يعتبر واجب منا لازم نقوموا به.